طيب جماعة نستكمل الآن. وصلنا عند المفتاح الأساسي، شفنا كيف لما أنشأنا الحقل أو القيد اللي موجود عندي primary key constraints، أعطينا له اسم، نوع primary key على أي حقل، لازم أقول مين هو ال primary key صار عندي. وشفنا من خلال إيش ال SQL Server، حنشوفه بالطريقة هذه. طيب لو أنا مثلا بالطريقة هذه انشأت جدول، وين الجدول راح؟ ما كتبناش السطر هذا، هذا كله ما كتبناه، يعني ما فيش قيد. طيب الآن الجدول صار منتشئ، هل أنا بقدرش أضيف عليه قيود؟ بيقول لي لا تقدر. كيف؟ ممكن بعد عملية إنشاء الجدول أنا أروح ضايف قيد جديد على الجدول، ممكن أكون أنا نسيه، ممكن القيد هذا يطلبوه مني جديد في تحليل النظام، ممكن اكتشفوا انه محتاجينه احنا اثناء العمل واحنا بنشتغل لقينا انه العمود هذا ممنوع اسيبه فارغ، العمود هذا لازم يكون مثلا اكبر من صفر، ممنوع يكون قيم سالبه. بعد في الحاله هذه بقول لي لو انت نسيت البرايمري كي ما ضفتوش ايش بنعمل؟ التر تيبل اسم الجدول اللي بدك تعدل عليه، شو اسمه؟ اسمه امبلويز. اد شو بدك تضيف؟ قبل شوي كنا نضيف اعمده صح؟ كنا نضيف اسم العمود ونوعه، لا الان ايش بدي اقول له؟ اد كونسترينت، اسم الكونسترينت برايمري كي على اي حقل. واضح يا جماعه؟ يعني تخيلوا معايا لو انه الجدول كان بالطريقه هذه، انا بدي امسح الكونسترينت هذه، بدي اشيلها، بدي اكتب فاصله هون. يعني الجدول انشانا كرييت تيبل امبلويز، نفتح قوس. الان في عندي الحقل الاول امبلوي اي دي من نوع انتجر فاصله، في عندي الحقل الثاني امبلوي نيم فارتشار 250 مثلا على سبيل المثال 255 فاصله، اللي هو ايش؟ الانتجر، وبنسكر القوس تبع مين؟ تبع الجدول وفاصله موجود. انشانا هذا الجدول الاول. واضح؟ الان انا نسيت اضيف البرايمري كي هنا، وصرت شغال على هذا وضفت بيانات وعدلت البيانات، الان بقدرش اعمل له حذف، ليش؟ لانه الناس او اصحاب البرنامج شغالين عليه، طب شو نعمل في الحاله هذه؟ بقول لي في الحالة هذه أنت بدك تعمل إضافة للقيد على الجدول. كيف نعمل إضافة؟ بقول لي بسيطة، بتجيب الأمر هذا اللي هو عملية ألتر، يعني بعد إنشاء الجدول. الآن أنا تذكرت إنه في قيد، إيش باجي بقول له؟ ألتر تيبل إمبلويز، إيش باجي بحكي له؟ أد كونسترينت برايمري كي، يعني بي كي اندرسكور اي دي هذا اسمه، شو نوعه؟ اسمه برايمري مسافه كي. بقول لي طيب على مين انت بدك تضيف هذا القيد؟ بين قوسين بقول له بدي اضيفه على مين يا صبايا؟ على العمود اللي اسمه امبلوي اي دي، هيو هذا الاسم نفس هذا الاسم. واضح كيف؟ واضح يا جماعه؟ طبعا هذه نعتبرها الطريقة الثانية. في عندك طريقتين الآن، ممكن تكتب باسم الكونسترينت هنا، ممكن تكتب باسم الكونسترينت بعد الإضافة، هذه طريقة، يعني هذه الطريقة الأولى. في طريقة ثانية ممكن أثناء ممكن أجي أكتب هنا بس برايمري كي، خلصنا. في طريقة ثانية ممكن اجي اقول له برايمري كي بين قوسين مين هو؟ اقول له نفسه الامبلي اي دي. طب شو الفرق بين هذه وبين هذه؟ بقول لي اذا كان القيد انت انشأته مع العمود نفسه بيلزمش تحط هذه، خلص هو بفهم لحاله انه البرايمري كي على مين؟ على الحقل هذا. واضح يا صبايا؟ طيب
لكن أنا مجبر أعمل هذه الطريقة في حالة مين؟ بقول لي في حالة، يعني لاحظوا كيف الحالة اللي موجودة عندي، لو كنت أنا لو كنت أنا بدي أنشئ قيد برايمري كي، ولكن بدي البرايمري كي وين؟ على العمود هذا زائد العمود هذا، يعني البرايمري كي بده يكون على حقلين. الآن بقول لي في الحالة هذه بنفعش تحطه على مستوى العمود، ها وين بدك تضيفه؟ بقول لي بتيجي بعد آخر عمود بتكتب هنا بتقول إيش؟ الآن ممكن نيجي نحكي برايمري كي وبين قوسين مين هما؟ بدي أجي أقول له عندك الإمبلي آي دي والإمبلي نيم بالطريقة هذه. واضح؟ برايمري كتبها غلط. واضح يا جماعة؟ طبعا ممكن أحط هذا السطر وين؟ بعد الحقل الثاني، بعد الحقل الثاني مباشرة. يعني هي الحقل الأول خلص، كيف عرفت أنه خلص؟ هي فاصلة، بعدين الحقل الثاني ما حطيتش فاصلة هنا، لا كملت قلت له برايمري كي على مين؟ على هذا العمود اللي هو الامبلي اي دي فاصلة اللي هو الامبليين، هيك يجوز، ما في عندنا مشاكل. واضح يا صبايا؟ الطريقة الثالثة لنفس هذه هي، لو أنا بدي أنشئ على عمودين، الآن باجي بحكي له، يعني في ناس مثلاً ما بدي ينشئ بالطريقة هذه، بدي يحطه آخر إشي، يعني في ناس بيجوا بيعملوا يخلص كل اسم عمود زائد نوعه، اسم العمود زائد نوعه، آخر إشي تحت آخر حقل بصير يضيف القيود. إيش بقول له؟ constraint. شو اسم الconstraint؟ primary key اللي هو ال id underscore name. شو هو بده يكون؟ بقول لي primary key مكون من الحقل هذا والحقل هذا فاصلة. واضح؟ ممكن أضيف كمان constraint. constraint مثلا not null على مين؟ على النيم. طيب هذا شو بدك فيه؟ بنقول له نط يلا يلا احضري اعمل الجوال بالعرض يا إيمان، طفي الصوت يا إيمان. ايوه. طيب الآن ممكن أضيف قيد تاني، لاحظوا عملت فاصلة constraint، شو اسمه؟ اسمه نط نل، يعني على النيم بده يجي هنا. شو بقول لي؟ نط نل على أي حقل؟ على الحقل هذا، على الحقل هذا. واضح؟ هذه كلها الطرق اللي أنا بكتب فيها القيود، يعني أنا ممكن أكتبه مباشرة بالطريقة السهلة، هذه أسهل طريقة، باجي بكتبه primary key، بعدين بقول لي لا ممكن تيجي تكتب وراء العمود مباشرة primary key بين قوسين اسمه. طب بيجي بقول لي أنا بديش أكتب، بدي أنا أستعمل على، أنا كان يستعمل على حقل واحد البرايمري كي، الآن بدنا حقلين مع بعض يكونوا برايمري كي، يعني بدي هذا زائد هنا. بقول لي ورا العمود الثاني بنفعش عند الأول، يعني ما بنفع أحط هذه هنا هيك، ما بينفع. ليش؟ لأنه لحد الآن بعرف شو هو الإمبلي نيم، الإمبلي نيم وين موجودة؟ تحتها. فبقول لي لا انزل تيجي هنا هيها بالطريقة هذه. واضح؟ يعني بعد ما تذكر العمود الأول، بعد ما تذكر العمود الثاني، الآن بحق لك تحكي برايمري كي على العمود هذا والعمود هذا. هنا طبعاً هذول الطريقتين فيش لهم أسماء، هذه فيش لها اسم، هذه فيش لها اسم، هذه فيش لها اسم. طب أنا بدي أعطي اسم من عندي أنا، بقول لي بسيطة. بدك تعطي أسماء، كرييت تيبل إمبليز، هي العمود الأول فاصلة، العمود الثاني فاصلة، العمود الثالث، بعد آخر عمود ضيف كل القيود وأعطيها أسماء. كيف؟ constraints هي primary key، الاثنين هذول مع بعض، هذا اسمه، نوعه، القيد، بين قوسين على اي عمود بدك اياه، بعدين constraint النط نل، هي نط نل، بعدين ايش؟ واللي بعد. واضح يا جماعه؟ هذه كل الطرق تعتبر صحيحه عندنا في عمليه انشاء، او انه انا نسيت في عمليه انشاء الجدول، نسيت الكونسترينت، زي الطريقه هذه، يعني انشات التيبل وبدي اضيف، تعمل alter table employees اسم الجدول add constraint
اللي اسمه البرايمري كي على الحقل اللي اسمه ايش الامبلوي اي دي. هذه هي جميع الطرق اللي ممكن انا انشئ فيها البرايمري كي. واضح يا جماعه؟ الان البرايمري كي بطل يلزمني، خلص انا شايف انه فيش له فايده، شو بنعمل؟ الالتر تيبل اسم الجدول، بدي اقول له ايش الدروب كونسترينت، شو الاسم تبعه. الان لزمني اسم الكونسترينت، ليش؟ في الحاله هذه هي اسمه يا جماعه، انا سميته بي كي اندرسكور اي دي، انا هنا انا سميته ايضا بي كي اندرسكور اي دي. طيب اذا انا مش عارف اسمه شو بدي اعمل يا صبايا؟ هل انا بقدرش احذفه؟ لا بقدر احذفه. طب شو بدك تعمل؟ بدك تروح على الاس كيو ال سيرفر هنا وتجيب اسمه، تعرف اسمه. لكن في الحاله هذه طالما انا اللي مسميه يبقى انا بعرف اسمه، بعمل له ايش؟ بتعامل معه مباشره. واضحه لحد الان صبايا؟ واضح البرايمري كي؟ ردوا علي، واضح البرايمري كي؟ في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده استفسار؟ لانه اذا فهمنا البرايمري كي راح نفهم كل القيود الاخرى. دكتور هل لقيته في موجود لما عملنا البرايمري كي بعد كل العواميد؟ نعم هاي لقيته لما حطينا برايمري كي اي دي نيم، هذه اي دي نيم وين حتنضاف؟ هذا اسمه بي كي اي دي نيم، هذا اسم البرايمري كي. هل لقيته هذا بكون مشترك بين الامبلوي الامبلوي نيم والامبلوي اي دي؟ حيكونوا هذول الحقلين مع بعض متحدين مع بعض برايمري كي، لكن هذا لكن هذا لحاله لا يعتبر برايمري كي، وهذا لحاله لا يعتبر برايمري كي. طب هل كده وين حيكون موجود لما يجي نعمل الجدول؟ وين حيكون موجود؟ حتلاقيه تحت الحقول او في القيود. في حاجه خليني بس نفتح الاس كيو ال سيرفر حنشوفها. هنا حتلاقي في كولوم، في حتلاقي قيود كونسترينتس، حنشوف انه في الحقل هذا، في البرايمري كي هذا، ماشي؟ حنشوفها بس ناخذ عملي. ماشي. سؤال ثاني يا صبايا. كله واضح؟ اذا فهمنا البرايمري كي والطرق تبعت انشائه حنفهم الباقيين كلهم بطريقه سهله جدا. عشان هيك بدنا نركز على اول نوع، واضح؟ طيب ما حدش رد معناته واضح. نشوف النوع الثاني من القيود، اسمه نطنل، ممنوع تترك فراغ، ممنوع تترك قيمه فارغه. هذا بسيط جدا، تستعمل هذه الخاصية لمنع ترك قيمة حقل معين فارغة، ممنوع تسيبها فارغة. هنا ممنوع تسيبوها فارغة. كيف هذه بنستعملها؟ create table employees employee id int، بدي النيم employee name varchar 30، بكتب وراها ايش؟ نطنل. خلص هو في الحالة هذه بيعرف انه العمود هذا ممنوع اتركه فارغا، يعني ممنوع اسيبه ايش؟ نل. طب هل القيد هذا انا اعطيته اسم؟ لا، الاس كيو ال سيرفر هو اللي راح يعطيه اسم. طب احنا كيف ممكن نعطي له اسم؟ او بطريقه اخرى، يعني انا على سبيل المثال نسيت احط نطنل هان، طب هل خلص بقدرش اضيف اعدل على الجدول هذا اضيف عليه قيود؟ لا، بقول لك تقدر. شو بنعمل؟ هذا في حاله اضافه القيد بعد انشاء الجدول، يعني انا انشات الجدول ونسيت اضيف قيد على احد الحقول. بقول لي بسيطه، هي عندك امر اسمه الالتر، يعني عدل التيبل اللي اسمه امبلويز. شو بدك تعمل الان؟ بدنا نقول له الالتر كولوم، عدل العمود اللي موجود عندك شو اسمه؟ اسمه امبلوي نيم. كمان مره بنحط نوعه وبنكتب له ايش؟ نطمل. واضح يا جماعه؟ لاحظوا كيف كتبت الالتر كولوم مش اد. اد يعني بدي اضيف حقل جديد، الالتر كولوم يعني بدي اعدل عمود موجود عندك. شو بسوي في حالة التعديل؟ بقول لي ارجع كمان مرة من أول وجديد، اكتب اسمه واكتب نوعه وعدل، حط القيد الجديد اللي بدك إياه، ما عندناش مشكلة، اكتب برايمري كي، اكتب نطنل، اكتب اللي بدك إياه.
واضح هذا يا صبايا؟ طيب نيجي للنوع الثالث. النوع الثالث اللي هو الايدنتيتي، اللي هو بنسميه التزايد تلقائيا. كيف يعني تزايد تلقائيا؟ زي ما حكيت لك انه بنعطي له نقطة بداية. يعني على سبيل المثال انا بدي اجي اقول له ابدأ من 5 وكل مرة زود 2، يعني الرقم الثاني قديش؟ 7، الرقم اللي بعده 9، الرقم اللي بعده 11، الرقم اللي بعده 13، وهكذا. ممكن اجي اقول له انا ابدأ من 5 وكل مرة زود 5، يبقى الرقم الثاني قديش؟ 10، 15، 20، وهكذا. واضح؟ هذا هو بنسميه الايدنتيتي. الايدنتيتي هذا عادة بنستعمله مع مين؟ مع الحقول اللي بتكون برايمري كي. يعني أنا بدي أصير أعطيها قيم من عندي. زي مين؟ زي رقم الطالب الجامعة. هل أنتم بتختاروا رقم الجامعة؟ لا، الكمبيوتر بيعطيك إياه تلقائياً، هو بيعمل له إنشاء أو بيعمل له توليد للرقم اللي موجود عندك بيعطيك إياه. وهذا نفس الإشي، الرقم إحنا بدناش إياك أنت تنشئه، أنا بدي أنشئه وأعطي لك إياه تلقائياً. الآن كيف بدي أنشئه هذا الرقم أو هذا الرقم المتزايد اللي بيزداد تلقائياً؟ طبعاً دائماً بيزداد قيمة تصاعدية، وممكن أخليه يزداد قيمة تناقصية. هنشوف كيف. Create Table Employees، بفتح القوس، في عندي حق الاسم Employee ID Int، هذا نوعه. إيش باجي بكتب جنبه؟ Identity 1 و1. Identity 1 و1 شو معناته؟ ابدأ من عند 1 ومقدار الزيادة قديش؟ 1. يعني هنا قديش أول قيمة حيبدأ فيها؟ هي بطلعه لما نيجي نعمل insert، هاي ضاف هو حقل جديد خالد، قديش أعطاني هنا؟ 1. ضاف أحمد قديش أعطاني؟ 2. ضاف يوسف قديش أعطاني؟ 3. لأنه في عند الحقل الثاني تبعه قديش هو الفاركا الامبلي نيم فاركار اللي هو 30. واضحة هذه؟ طيب شوف النوع الرابع. النوع الرابع اللي هو المفتاح الأجنبي. كيف ننشئ مفتاح أجنبي إحنا؟ ممكن أنشئه بدون اسم وممكن أنشئه باسم. طبعا المفتاح الأجنبي عادة هذه الخاصية تطبق. نعم. هلا بدي أسأل سؤال بالايدنتيتي، تمام؟ هلا لما نحن نعمل جدول ونختار الاي دي، تمام؟ لو ما اخترنا مثلا ايدنتيتي هو ما راح يعمل لنا تسلسل؟ نحن الرقم من عندنا ما نعمل مقدار الزياده. طبعا لو انا حذفت هذه، طلعوا معي، لو انا شلت هاي كريت تيبل امبلي، اوكي الان لو احنا اجينا عملنا كريت تيبل امبلي وحذفنا الايدنتيتي هذه، حذفنا الايدنتيتي، هل هو حيعمل رقم متسلسل؟ لا، في الحاله هذه هو حيطلب منك الرقم، يعني انت لازم تعطي له الرقم، اعطي له 10 20 1 2 5 سالب 1 اللي بدك اياه. واضحه يا ميسا؟ تمام. طيب نيجي للمفتاح الاجنبي اللي هو بنسميه الفورين كي. فورين كي يعني مفتاح اجنبي. شو يعني مفتاح اجنبي؟ يعني القيمه تبعته جايه من برا، مش من عندي، مش من الجدول تبعي. تطبق، هيها تطبق على الحقول الأجنبية القادمة من جدول آخر. كيف يعني جدول آخر؟ اللي هي بدها تكون برايمري كي في مكان تاني. غالباً الفورين كي بيكون مربوط مع حقول بتكون برايمري كي في مكان تاني، عشان هيك سميناها مفتاح أجنبي. يعني القيمة في الأساس هي مش عندي، بس هي موجودة عند حدا تاني.
كيف يعني؟ لو أنا بدي أخزن في منتجات، بدي أخزن رقمه البرودكت آي دي، بدي أخزن اسمه البرودكت نيم، وبدي أخزن الكاتيجوري آي دي. إيش يعني الكاتيجوري آي دي؟ شو تصنيف المنتج هذا؟ يعني لو جينا حكينا إحنا في عنا بيبسي، هذا اسمه رقم واحد بيبسي كولا مثلا، إيش نوعه؟ مشروبات. طب لو جينا حكينا مثلا إنه في عنا رقم اثنين في عنا شوكولاتة، هذا إيش نوعه؟ بنسميها مثلا حلويات على سبيل المثال. طيب هل الرقم تبع الحلويات هذا واحد أو عشرة أو عشرين، هل هو موجود عندي في الأساس؟ لا، حلاقيه في جدول اسمه كاتيجوري ومخزن كاتيجوري آي دي ونيم. لكن إحنا هنا بس بنخزن مين؟ الرقم فقط. واضحة هذه؟ الآن كيف بدي أعرف أنا الفورين كي؟ بقول لي بسيطة، تعمل كرييت تيبل البرودكتس، اسم الجدول هذا اسم المنتجات، بعدين في الحقل الأول اسمه برودكت آي دي نوعه انتجر، هذا برايمري كي فاصلة. طبعا مين هو البرايمري كي؟ بس هذا الحقل، لأنه إيش؟ بس هي معرف على مستوى السطر هذا، معناته هو هذا البرايمري كي. بعدين فاصلة، في عندي اسم المنتج برودكت نيم نوعه فارتشار 30 فاصلة، في عندي حقل جديد اسمه كاتيجوري آي دي نوعه انتجر، وإيش بقول لي؟ ريفرنس، يعني مرجع أو بيأشر على الجدول اللي اسمه كاتيجوريز بين قوسين على الحقل اللي اسمه كاتيجوري آي دي. يبقى في عندي أنا في جدول البرودكتس في حقل اسمه كاتيجوري آي دي بيأشر ريفرنسز بيأشر على الكاتيجوريز على الكاتيجوري اي دي، يعني بيأشر على الجدول على الحقل اللي اسمه كاتيجوري اي دي. في الحاله هذه بيكون هو ربط بين مين ومين؟ بين التنين. هذه انا ما كتبتش اسم، بدون اسم الحقل او البرودكت هذا. طب كيف نعطي له اسم؟ هيها نفس الانشاء، ولكن ايش بدي اقول له هنا؟ كونسترينت، شو اسمه؟ اسمه اف كي، يعني اختصار لفورين كي اندرسكور كاتيجوري، يعني بدي أشر على مين أنا؟ على الجدول اللي اسمه كاتيجوري. ريفرنسز الآن بنكمل، بأشر على جدول الكاتيجوريز بين قوسين على الحقل اللي اسمه كاتيجوري اي. طيب هذا كيف بدنا نلاقيه في الاس كيو ال سيرفر؟ كيف بدنا نشوفه؟ هنلاحظ انه الحقل طلعه كيف البرودكت، هنلاقي الحقل اللي اسمه كاتيجوري اي دي طلعه مفتاح فارغ ابيض، لكن البرايمري كي مفتاح اسود. هذا بعرف، وطلع حتى هو كاتب لي بين قوسين ايش؟ فورين كي من نوع انتجر، لانه هيو انا معرفه ايش؟ من نوع انتجر صح؟ طلعوا ايش كاتب لي هنا؟ نل، كاتب لي نل. لكن عند البرايمري كي شو كاتب لي؟ نط نل. مين يقول لي شو الفرق بيناتهم؟ هاي صبايا، انا البرايمري كي ممنوع يكون فارغ. ممتاز. اما الفورين كي عادي فارق، لانه بيكون موجود في جدول ثاني ومتعبي هناك. طيب لما يكون فارغ البرايمري كي شو معناها يا صبايا؟ هيكون مش في، يمكن في نفس المكان انه واحد ثاني برايمري كي. لا معناته يعني تخيل كيف بيكون يا دكتور يونيك؟ لا 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 ما جوش تعرف اليونيك، لا هذا بيكون معناته انا ضايف صنف جديد. يعني تخيلوا انا فاتح سوبر ماركت صح، وجبت صنف جديد اسمه ايش؟ تلفزيون، رقمه 5، اسم المنتج تلفزيون. طب شو نوعه هذا؟ احنا كل الانواع اللي متعودين عليها، يا مشروبات يا اجبان يا حلويات يا مثلا مواد تنظيف، هي كل اللي موجود في السوبر ماركت، بس احنا ضفنا قسم جديد لايش؟ او تصنيف جديد للبضاعة اللي هو الكترونيات. طب هذا مش موجود في الحالة هذه، بيقول لي سيبها نل، يعني خزن نل، يعني هذا ملوش تصنيف الصنف، عبال يجي مثلا رئيس قسم المحاسبة رئيس قسم المشتريات يقول ان هذا ايش تصنيفه، هل بدنا نصنفه الكترونيات ولا بدنا نصنفه ادوات منزلية مثلا على سبيل المثال. واضح يا جماعة؟ عشان هيك بيجي بيقول لي انه الفورين كي يجوز لها ان تقبل نل، لكن البرايمري كي لا يجوز لها ان تقبلها. واضح يا جماعه؟
يعني هذا ممكن نجيبه سؤال صح وغلط، هل المفتاح الأجنبي يقبل قيمة فارغة؟ صح ولا غلط؟ صح. طب هل المفتاح الأساسي يقبل قيمة فارغة؟ طبعا بنقوله غلط. واضح يا صبايا؟ طيب هذا في حالة أنشأت أنا الريفرنس على مستوى العمود، يعني بس أنشأت الحقل رحت جنبه كتبت ريفرنس بدون اسم. في طريقة تانية جنب العمود برضو كتبت constraint، هاي أعطيته اسم، أنا أعطيته اسم من عندي. طبعاً الـ SQL server لما يعطي له اسم غالباً الاسم حيكون أرقام طويلة، ماشي جماعة؟ غالباً حيكون فيه أرقام طويلة، عشان هيك احنا منفضل الأسماء هذه عشان لما نشوفها نعرفها. الآن بقولي طب لو أنت أنشأت الجدول ونسيت تضيف البرايمري كي، نسيت تضيف البرايمري كي، بقولي بسيطة اعمل alter table، شو اسمه الجدول اللي بدك تعدل عليه؟ product. شو بدنا نقول له؟ add. الآن add إيش؟ constraint اسمه foreign key underscore category ID، وبعدين foreign key يعني شو نوع الconstraints هذا اللي بدك تضيفه، لأنه احنا قلنا في عنا حوالي 6 أو 7 constraints، بين قوسين طب على أي عمود بدك تعمله هذا، لأنه انت في عندك إيش؟ في عندك product ID، في عندك البرودكت نيم، في عندك الكاتيجوري اي دي، على مين بدك تضيفه؟ بقول لي بدي اضيفه على الكاتيجوري اي دي. طيب هذا على مين بيأشر العمود؟ من وين جايه القيمه تبعته؟ بقول لي هذا جايه ريفرنسز من مين؟ من جدول الكاتيجوريز، في عمود جواته اسمه كاتيجوري اي دي، في عمود جواته اسمه كاتيجوري اي دي. الان يا صبايا بدكم تلاحظوا شغله، لنفترض إنه الجدول اسمه categories، هذا العمود اللي بداخله هذا العمود القيم اللي موجودة فيه قديش؟ مثلاً 10، 20، 30، 40، هذه هي القيم اللي بيحتويها. يعني ممكن يكون 10 مشروبات، ممكن يكون 20 حلويات، ممكن يكون مخبوزات 30، ممكن يكون 40 أجبان. طيب الآن بدنا نيجي على جدول البرودكتس. في البرودكتس المنتجات في حقل شو اسمه؟ برضو نفس الاشي اسمه كاتيجوري اي دي، اسمه كاتيجوري اي دي. طيب اول حاجة قلنا احنا انه ممكن انا اضيف نل، يجوز بنفع، لكن هانا هل يجوز في نل يا صبايا؟ ردوا علي، في الجدول كاتيجوريز بنفع نحط نل هانا؟ لا بزبطش، لانه هناك موجود انه مفتاح اساسي. ممتاز ممتاز، لانه هذا حيكون يا صبايا برايمري كي، وهنا حيكون عباره عن ايش؟ عباره عن فورن كي، تنسوش الشغله هذه. الان هنا في الفورن كي مسموح لنا، طب هل يجوز احط رقم 10 في صنف تصنيفه 10؟ يجوز. في صنف تصنيفه 40، في صنف تصنيفه 40، في صنف تصنيفه 40، ايضا يجوز التكرار هنا، لكن هل يجوز التكرار هنا؟ لا، لانه برايمري كي. طيب هاي اللي بدي احكيه. بس هل الان في كمان شغله اللي بدي احكيه، هل يجوز اضافه تصنيف رقم 60 هنا؟ ردوا علي. لا بزبطش، لانه مش موجود في الاساس. ممتاز، يبقى كل القيم اللي بدك تكتبها هنا لازم تكون موجوده هنا او بتسيبها فارغه. يبقى هذا الرقم غير صحيح، لا يجوز استعماله. واضح؟ دكتور البرايمري كي اللي كتبته فوق هو المرجع؟ البرايمري كي اللي فوق وين هذا؟ هذا؟ هو هذا المرجع اللي حيكون مرجع هنا، حيكون مرجع في داخل البرودكت. نطلع كيف انشأناها. هاي جينا قلنا ايش؟ Alter Table مين Products. تجينا هنا كرييت تيبل برودكتس جوا مع الحقل اللي اسمه كاتيجوري اي دي، ايش قلنا له؟ كونسترينت فورن كي ريفرنس من وين؟ جاي من الكاتيجوريز. يبقى من هنا هذا بيأشر على هذا. واضح يا صبايا؟ يعني انه هذا هو اللي بده يكون عباره عن مرجع من مين؟ جاي من هذا. وضحت كيف؟
ايوه صبايا وضحت. لازم لازم القيم هذه كلها، يعني هاي العشرة من وين جاية؟ جاية من هان. الأربعين من وين جاية؟ هدول الأربعين كلهم جايين من هانا. النل خلص ما فيش، مش جاية حدا. لكن الستين اللي استعملناها قبل شوية ممنوع. ما تنسوش انه هذا هو البرايمر كي، هو المرجع. لكن وين بضيف الفورن كي؟ هيو المفتاح الأجنبي في جدول تاني. واضحة هذه؟ واضح. طيب الفيديو هان عبدو خلص، لأنه بس مسموح لنا 40 دقيقة. خلينا نوقف عند المفتاح الأجنبي. آخر حاجة عشان نحدث المفتاح الأجنبي، Alter Table Products، يعني عدل على الجدول اللي اسمه Products. إيش بدك تمسح؟ Drop، احذف لي الكونسترينت اللي اسمه هي. من وين جبت الاسم هذا؟ هيو أنت عطيته إياه قبل شوية، هي الاسم أنت اللي سميته مش أنا. واضح يا جماعة؟ بروح يحذف لي البرايمري كي، عفوا الفورين كي. طب لما احذف الفورين كي هل حذف البرايمري كي؟ يعني البرايمري كي اللي هنا حذفه؟ لما اجي اقول هنا امسح الفورين كي، هل حذف البرايمري كي اللي هنا؟ لا بيحذفوش، بيحذف اللي في البرودكتس بس. ممتاز، بس بيحذف كلمة فورين كي. هل حذف الجدول هذا كمان زي هيك؟ برضو لا، بيحذفوش، ملوش دخل. انت بس قلت لي امسح الفورين كي، مسحت لك. واضح؟ خلينا نوقف لعند هانا لانه خلصت المحاضرة. هانا الأربعين دقيقة اللي بيعطيني إياها مجانية خلصت. في أي سؤال؟ في أي استفسار لحد الآن؟ يا صباح، أي سؤال أي استفسار في المادة؟ طيب في حدا مش، نعم اسأل. لقيت كل أحد بس هو هذا اللي بس؟ لا، حصير أعطيكم محاضرتين في الأسبوع. أحد وإيش؟ مرتب ببعث لكم مع بعض، ماشي؟ ببعث لكم رسائل، لأنه أنا في عندي ثلاث شعب. بشوف حدا يعني متى الأيام الفاضية، يعني غالباً أول أسبوع وآخر الأسبوع، يعني يوم الأربعاء أو الثلاث. ماشي؟ طب كم من ساعة حيكون البث؟ عن تمنا نقطع ونرجع، نقطع ونرجع؟ هذا مش بدينيري، يعني شفتي كيف قبل شوية قطعت الكهرباء. هذه مشكلة. لو سمحت لو تخليها من بعيد عن الساعة 2 عشان الكهرباء بتفصل. ما هو في عندي محاضرة قبلها، أنت عارف الساعة قديش أنا شغال؟ من 11:30 يعني لحد الآن. العافية. صارت الساعة 4. يعطيك العافية. واضح يا جماعة؟ واضح. بشوف كيف أحيانا بصير أقلبكم مع المجموعة الثانية مع الطلاب، أنتوا بجيبكم الصبح وهم بجيبهم المساء. ماشي يا جماعة؟ ماشي. الآن بدي إياكم تروحوا. مين مش نازل عنده SQL سيرفر؟ أنا يا دكتور جبته على أسطوانة بس لسه بدي أنزله. موجود عندك على أسطوانة؟ طب مش أنا نزلت لك، ذاكر إني نزلت لك إياه صح؟ لا ما عرفت، مش عارف، قلت لي بتجيب لي إياه ثاني يوم بعمل لك إياه، ما عملتليش إياه. طب إذا 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 عندك النت سريع في البيت ممكن تنزلي من الإنترنت، يعني هاي أنا معطيكو على التعليم الإلكتروني. حاولت أنزله ما رضيش. هاي تصميم قاعد بيانات، شايفين الشاشة ولا لا؟ شايفين. هاي الموديل. في عندكو آخر حاجة، هاي البرنامج، هاي البرنامج الأول والبرنامج الثاني، بتنزلي هذا في الأول وبعدين بتنزلي هذا. وهي طريقة تنزيله على ويندوز 10، وهي طريقة تنزيله على ويندوز 7. واضح؟ وهي الأمثلة اللي بدنا نستعملها، النورث ويند هذه غالبا هي اللي بدنا نشتغل عليها. الآن يا صبايا كيف الموديل هنا مجزأ؟ هذه إعلانات الطلاب، في الصبح الطالبات كانوا بيشتغلوا هنا. ماشي؟ مش إلكوا هدول. أنتوا إلكوا إعلانات الطالبات، يعني دائما حنزل لكم المحاضرات اللايف هيك بالطريقة هذه. بس اضغطي عليها بفتح الرابط عندك، بتوقع صرتوا تعرفوها. توصيف المساق. الآن كل محاضرة بعملها بث بضيفها هنا، ماشي؟ طبعاً هذه المحاضرة الأولى أنا كنت شرحها وإحنا في الجامعة عند الطلاب، هي رجعت شرحت لكم إياها، حسجلها وضيفها هنا. ماشي يا جماعة؟ في عنا محاضرات مصورة هنا، يعني هدول ممكن تاخدون كمرجع، يعني هذه كانت مراجعة لداتابيز واحد. طريقة تحميل البرنامج وتثبيته كمان فيها كمان يوتيوب بشرح لكم. فيها أنا مقدمة برضو بشرح القيود المتسلسل، برضو هذا قناة يوتيوب بتشرح عملي، استعملوها. ماشي يا جماعة؟ هذه شروحات فوتوا عليها واشتغلوا معه.
طبعا احنا هذا كله خلصته انا مع الطلاب، هذا خلصته الجوين، انا وصلت لعند هانا اليوم مع الطلاب، هذا لعند هانا وصلت انا. ماشي جماعه؟ يعني انا بس بشرح لكم الشابتر الاول، بعدين هاي المحاضره الثانيه والثالثه موجودين، بعدين حتلاقوها موجودين. ماشي جماعه؟ بس كيف ما لقيت ايوه كيف بدنا نسجل الحضور؟ والله ماني عارف، انا مش عارف كيف. فوتوا هنا، انا ما جربتهاش. في زر عندكم في إشي شغال؟ او حاولوا فوتوا هنا بس، على ما اظن هو بيسجلكم. بعرفش، بتم يجيني كل شيء استفهام في كل المواد. طب ماشي، انا فاتح بنفس الميعاد او الساعه، له ساعه محدده يا دكتور؟ لا انا فاتح، حكون فاتح لكم اياها من الساعه 8 الصبح حتى الساعه 8 مساء. بدي اصير انا مع كل محاضره احط لكم، بدي اشوف كيف نحدد يومين تفوتوا عليهم. غالبا انا محدد السبت والايش انا محدد الخميس تقريبا. ماشي، فوتوا السبت الاحد، فوتوا السبت والخميس وحطوا تسجيل وخلص، او فوتوا على الموديل. بشوفها بعمل لكم فيديو وبتفوتوا عليها. ماشي ماشي. اي سؤال اكتبوا لي على الفيسبوك وبشوفكم انا. ماشي يا جماعه، بشوف هذا وبرد عليكم وبحط لكم الاجابه على الموديل. يعطيكم العافيه وربنا يوفقكم ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. مع السلامه. يعطيكم العافيه، مع السلامه.